ثانيا أنا يا أخوان يعني أساني لا سبيت الإمام البخاري ولا طعنت به، والإمام البخاري عالم الأمة، لكن إحنا عندنا حديث الآن خلنا عرضة. ثانيا البخاري أخواني مو معصوم، نعم من به أنه يقول أصح كما يقول أهل السنة أنه البخاري أصح كتاب بعد كتاب رسول الله بعد القرآن الكريم، نؤمن به، ولكن مو معقولة ما ننقد، يعني ما معقولة حتى الفكر تريدون يدخلكون علينا، يعني أنت لازم تقفل عقلك، أنت ما تفتهم وأنت تفتهم. يا أخوان عمي أنا صار 38 سنة أنا خطيب، زين ثاني يا عمي أنا أحمي شهادة الدكتوراه، زين عمي خلنا نتناقش، أنتم زين المجاميع الفقهية ليش ما تطلعون للعالم تبينون الأحوال الشخصية؟ 9 سنوات إحنا نقدر نطبقها، ما تطبق، زين طبقوها على بناتكم، طبقوها على حفيداتكم، زين ليش زين ساكتين؟ زين مو راح تنهجم ببيوت العالم؟ الكل ساكت. ثانيا احنا الحديث اللي تكلمنا به اخواني ما يشمل العقائد، لا بجنة ولا بنار، امور احوال شخصية، ما نقدر نطبق.